هنتعلم النهاردة ازاي تعدي من اختبار المرور وتتدرب عليه بنفسك قبل ما تروح المرور والمسافة ما بين الأقماع. أول حاجة هتخش ما بين الأم عين واحد واتنين، هتخش بالعربية لحد اتنين وتلاتة وتعدي ما بين تلاتة واربعة، تمام، وتوصل لخمسة وستة. طيب المسافة ما بين الأمع رقم واحد واتنين بتكون 4 متر، طيب ما بين اتنين وتلاتة بتكون 6 متر، تلاتة واربعة 4 متر، تلاتة وخمسة 6 متر، خمسة وستة 4 متر. ودي المسافات اللي انت هتدرب عليها نفسك قبل ما تروح المرور. طبعا وانت راجع من نفس الموضوع كده من 6 لـ5 بترجع زي ما دخلت بالظبط، وبتركز برضو على الأمع رقم 3 تركيز شديد وانت راجع على اساس انك ما تخبطش فيه.